هذا المنظر يلي بينقال عنه ابن عالم وناس. هلا كل ما تاخذ لون بدنا نقلبها بهذا الشكل، ما بدنا نستعجل عليها. شوفوا ما شاء الله شلون طالعين معنا، بياخذوا العقل، حتى عجينه البطاطا طالعه اكثر من دهن. في عندي اربع حبات بطاطا انا سالقهم وخليهم شوي لحتى يبردوا لحتى احسن اشتغل فيهم. هلا بدنا نقشر حبات البطاطا وبعدين بنبلش بالشغل اول باول. بسم الله بدنا نضيف عليهم الملح. بسم الله وبضيف عليهم رشه فلفل اسود، وبدي اضيف عليهم رشه كمون. هلا هيك بعد ما هرسنا البطاطا تبعنا هذا القوام المطلوب، لازم تكون كريمي. هلا بحطها على جنب وبننتقل للخطوه الثانيه. هلا بدنا ربع باقه بقدونس. طبعا انا جربتها بالبصل الاخضر، جربتها هي وساده، جربتها مع بقدونس، اطيب طعم اخذته بالبقدونس. هلا بدنا ربع باقه بنغسلها وبنفرمها ناعمه وبنضيفها مع البطاطا. بسم الله. طبعا البقدونس بيعطينا طعم لهي الاكله كثير طيبه، وبنفس الوقت في صراعات كبيره على البقدونس انه بنغسله وبنفرمه ولا بنفرمه بعدين بنغسله. اكتبوا لي انتم بالتعليقات. هلا خلونا نفرمهم كثير ناعمين. بنقيم هي العيدان هيك ما لها شغل وبدنا نفرمهم ناعمين. بسم الله. هلا مثل ما هن بنقيمهم وبنحطهم على البطاطا. هلا بدنا بيضة وبدي احط عليها كمية بسيطة من الخل الابيض لحتى ما تزنخ معنا، يعني هي الكمية 100%. بسم الله. هلا قبل ما نضيف النواشف بدي اضيف معلقة كبيرة زبدة، بتعطيها دسم للاكلة وبنفس الوقت بتطلع الاكلة عالمية. انا على طول بحط الزبدة وبتطلع 100%. هلا بدي فضي معلقة كبيرة زبدة، بدي ذوبها على الغاز ومنضيفها على البطاطا. هلا منضيف من الكاسة للكاسة ونص طحين على حسب قديش بتاخد معنا. هلا بفضي كاسة وبعدين بضيف عليها النص الثاني. بسم الله. هاي كاسة وهي نص. بدنا ظرف بيكنج بودر لحتى تنفش العجينة تبعنا وبنفس الوقت تضل طرية. هلا منفضي البيكنج بودر ومنعجنها. بسم الله. شوفوا اخواتي شلون القوام تبعها، لسه بدها طحين. هلا انا رح اضيف عليها كمان نص كاسه، يعني اخذت معي كاستين طحين. وهلا بدي اعجنها، يعني لازم تعطينا قوام العجين العادي. هلا بدي ارجع اعجنها لحتى تتماسك كثير منيح. انا نزلت على الطاوله عندي وعجنتها كثير منيح، بس تعطينا قوام العجين العادي بتكون جاهزه معنا. هلا مثل ما هي من قيمة وبنحطها بالطاسه، بدي خليها تقريبا 10 دقائق لترتاح وبعدين بنشتغل فيها. وهلا بالوقت اللي العجين عم يرتاح معنا بنحسن نحشي العجينه تبعنا باي شيء بدنا اياه، جبنه صفراء، جبنه حمراء، جبنه خضراء، جبنه اشقوان، جبنه موزاريلا، اي شيء متوفر عنا بنحسن نستخدمه. لك حتى الزيتون بيشتغل معنا. انا في عندي هي الجبنه، جبنه التوست، بتعطي مطه كثير طيبه. هلا بدي ابرش كميه بسيطه لبين ما يرتاح العجين وبعدين بنبلش مع بعض. هلا بناخذ قطعه وبنبرشها. قربوا لعندي خلونا نبلش شغل مع بعض. بسم الله. كمان بنعمل لها بخة طحين. هلا بدنا نقسمها بالاحجام يلي نحن بدنا اياها، انا رح اخذها بهذا الحجم هيك 100%. شوفوا ما شاء الله شلون طالعه العجينه معنا 100%. انا قسمتها اربع اقسام، انتم بتحسنوا تقسموها بالشكل يلي انتم بدكم اياه. طبعا لازم نرقها على مهلنا لحتى ما تلزق معنا وتطلع معنا 100%. وهي السماكة المطلوبة، ما بدنا نرققها لحتى ما تنشف معنا. هلا بدنا نقصها بالنص بهذا الشكل. وهلا بننزل الجبنة بقلبها. بنحسن نحشيها أي شيء بدنا إياه، أنا رح أحشيها جبنة. هلا بنسكرها. لازم نسكرها كثير منيح لحتى ما تنفتح القطعة معنا. وهلا بنقصها مثلثات. وهيك اخواتي وصلنا للحلقة الأخيرة وآخر قطعة، خلونا نحشيها مع بعض. شوفوا ما شاء الله شلون طالعين معنا بياخذوا العقل، حتى عجينة البطاطا طالعة أكثر من ذهب. بنحسن ناخذها مثل ما حكينا بالشكل يلي نحن بدنا إياه. وحتى نوع الحشوة أي شيء بنحسن نحشيها. هلا أنا عم سكرها مثلثات. وإذا ما في عنا قصاصة بنحسن نستخدم الشوكة.
هيك الكمية كلها صارت جاهزة معنا. شوفوا ما شاء الله على هالمنظر يلي طالع غرام. هلا حطينا المقلاية شغلنا عليها وبدنا نجيب كمية بسيطة من زيت النباتي ونسمي بالله، يعني قدر نص كاسة شاي بكل مقلاية. هلا بنخلي الزيت يحمى وبعدين بننزل الفطاير تبعنا. هلا كل ما تاخذ لون بدنا نقلبها بهذا الشكل، ما بدنا نستعجل عليها. وهذا اللون الصح يلي نحنا بدنا اياه، شوفوا لي على هالتأميرة يلي بتاخذ العقل. هلا بدي اقلبهم اخر تقليبة، هذا اللون يلي نحنا بدنا اياه. ذهب الفطاير ذهب، هذا المنظر يلي بينقال عنه ابن عالم وناس. لك جهز الذهب جهز، وهي اطيب فطاير بطاطا ممكن تشوفوها بالبيت ومناظر بتاخذ العقل. هلا خلوني فضيهم ومندوقهم مع بعض. شوفوا لي اخواتي الجبنه شلون عم تشط وتمط، هلا بنفضيهم ومخليهم لحتى يبردوا شوي وبعدين بندوقهم مع بعض. الفطاير اللي بنصح الكل يجربها على الفطور وعلى الغداء وحتى على العشاء، شوفوا اخواتي على هالمنظر يلي بياخذ العقل، يا هيك الفطاير يا اما بلا. هيك اخواتي وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم، ومثل العادة اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضبطوا لنا وضعه بلايك، وكان معكم الشيف علي، تحياتي لكم.